الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. تؤثر الأسباب لا بذاتها لكن بأمر الله في تقديرها. نعم، نص القاعدة: الأسباب مؤثرة لا بذاتها بل بتقدير الله. الأسباب مؤثرة لا بذاتها بل بتقدير الله. كم رقم البيت؟ 65. الأسباب مؤثرة لا بذاتها بل بتقدير الله. طيب، إذا أوقدت نارا ثم أحرقت قرطاسا، هل النار هي التي خلقت بذاتها هذا الإحراق؟ الجواب لا. انتبه أن تعتقد أن السبب هو الذي يخلق أثره أو يوجده بنفسه. هو مؤثر نعم، لكن أثره بتقدير الله. إذ لو أراد الله أن يعزل النار عن الإحراق لعزلها كما عزل نار من؟ إبراهيم لما ألقي فيها. شفت كيف؟ لو أن السبب هو الذي يخلق أثره ويوجده بدون تقدير الله لاحترق إبراهيم، لكن لما كان الأثر الذي يترتب على السبب لا يترتب عليه إلا إذا أراد الله، فصل الله عز وجل الأثر الذي هو الإحراق عن النار فصارت نارا لا أثر لها. وقد يوجد السحاب الذي هو سبب المطر ولا يوجد مطر، من الذي عزل السبب عن أثره؟ وقد يوجد الزواج والوطء ولا يوجد الحمل، من الذي يعزل السبب عن أثره؟ فإذا شوف يا حبيبي، مهما فعلت من الأسباب فإياك أن تثق فيها الثقة الكاملة، وإنما تعتمد على ربها حتى ولو فعلتها. إذ قد تفعل جميع الأسباب ولا يريد الله ترتيب الأثر. كم من إنسان يصاب بالسحر والعين ويقرأ ولا يشفى. ليس هذا عيبا في الرقية وأنها سبب، لا، بل لأن الله لم يرد ترتيب الأثر على سبب. فإذا من خلق السبب؟ الله. ومن الذي خلق أثره؟ ومن الذي يربط بينهما؟ ومن الذي إن شاء فصل بينهما؟ رأيت؟ إذن أنت المخلوق ما لك شأن في شيء أبدا، أنت المخلوق ما لك شأن في شيء. فإذا أهل السنة قالوا الأسباب مؤثرة لكن تأثيرها ليس ذاتيا بل بتقدير الله وإرادته، صح ولا لا؟ طيب، عارضنا في ذلك طائفتان ولا تكتبوا، نقولها مختصرة. طائفة يقال لهم طائفة معطلة الأسباب، وهذول مهابيل طالعين من شهر، يقولون السبب لا أثر له مطلقا وإنما الأثر يوجد عنده لا به. بمعنى لو أنني رميت هذه الزجاجة بحجر، ماذا سيحصل لها؟ ما سبب الانكسار؟ رمية الحجر. هم يقولون لا يا حبيبي، اسمح لي والله أخطأت، إن الانكسار ليس سببه رمية الحجر. طيب شو كيف يعني؟ قالوا الله خلق الانكسار عند ارتطامه بالحجر، بمعنى لو لم ترمي لانكسر الزجاج الآن، سواء رميت أو لم ترمي، الزجاجة منكسرة ليس لها سبب، إنما أراد الله انكسارها في هذا الوقت ولكن وافقت إرادته رمية الحجر. الحمد لله رب العالمين. طيب أنا جائع، وين أروح؟ قالوا كل. طيب رحت أكلت، ذهب الجوع ولا لا؟ ما سبب ذهاب الجوع؟ الأكلة. قالوا لا يا حبيبي، اسمح لنا، إنك لو لم تذهب للثلاجة ولم تزرط لشبعت في هذا الوقت، إذ أن الله أراد أن تشبع الآن لكن وافق إرادته نزول الطعام في المعدة. طيب، هذا المذهب من أحب المذاهب للمجرمين، لأنك إذا أردت أن تقتل أحدا سوف تلحقه بمسدس ثم ترميه بالمسدس، فستدخل الرصاصة في جسده وبعد ذلك سيتنقص ثم يموت. فإذا جاءك القاضي وقال لك لما قتلته، تقول لا فضيلة القاضي، الله يهديك، انت فاهم خطأ يا فضيلة القاضي، أنت يا فضيلة القاضي فاهم خطأ، لأن الله أراد أن يموت ولكن وافقت إرادة الله دخول الرصاصة، فالموت حصل عند الرصاصة لا بالرصاصة. ومثل هؤلاء
حقه أن تدعو تقول تعال 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 تعال، فإذا اقترب عندك أعطه كفا جامدا، وبعد الكف سيحس بماذا؟ بألم، فيقول أوجعتني، فقل لا يا أخي لا تفهمني خطأ، الله أراد خلق الوجع عند ارتطام يدي بخدك، بمعنى أنني يدي لو لم ترتطم لوجد الألم. بالله هذا مذهب، هذا بالله هذا مذهب، الحمد لله. تعرفون هذا مذهب من؟ شاعر الأشاعر، ويزعمون أنهم أصحاب عقول عارض. فإذا هؤلاء جردوا السبب عن أثره أصلا، ويسمونهم معطلة آثار الأسباب. فجاء أهل السنة وقالوا الأسباب مؤثرة، ردا على هؤلاء. طيب بقي القسم الثاني من عقيدتنا، رد على الطائفة الثانية الذين قالوا إن السبب مؤثر ويخلق أثره بنفسه. لم يكتفوا بكونه مؤثرا بل جعلوه خالقا للأثر. هؤلاء مشركية الأسباب الذين يزعمون أن الأسباب تخلق أثارها بنفسها. فجاء أهل السنة وقالوا لا بذاتها، الأسباب مؤثرة لا بذاتها. فقولهم مؤثرة رد على من يا أهل الأحساء؟ بس كذا بالبرود، رد على من؟ صوته رد على من؟ المعطلة، معطلة الأسباب. لا بذاتها رد على من؟ مشركية الأسباب. فإذا هل الأسباب مؤثرة عندنا ولا غير مؤثرة يا بندر؟ قولك مؤثرة رد على من؟ معطلة الأسباب سمهم. طيب وقولك لا بذاتها مشركية الأسباب، اقرأ.